ننتقل إلى الشأن العربي، وأعلن مجلس المفوضين العراقي أن اللجنة الأمنية أنهت جميع استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 10 أكتوبر، فيما أشارت إلى أنها لن تسمح بخرق الانتخابات. وقال رئيس المجلس جليل عدنان إن جميع الأمور اللوجستية تمت بشكل صحيح، لافتا إلى أن المفوضية ألزمت نفسها بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة. عبر الهاتف للمزيد من المتابعة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا بك يا فندم. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة لفت نظري عندما نتناول الأخبار الخاصة بالعراق، دائما ما يأتي على لسان المسؤولين هناك أنه لن يكون هناك سماح بخرق الانتخابات أو تأجيلها. دعني ربما أتحدث معك عن هذه الجملة تحديدا، ما المخاوف العراقية من خرق الانتخابات أو حتى تأجيلها دكتور محمد؟ طبعا بعد التحية، الرباط السيناريو 2019 هو طبعا الهاجس الرئيسي لدى صانع القرار او حتى القائمين على مسألة الانتخابات في العراق، بمعنى ان 2019 كان المفترض اجراء الانتخابات وحدث فيها ما حدث من خلال طبعا مظاهرات عديدة ومن خلال رفض الشريحة السياسية الموجودة او الطبقة السياسية الموجودة في العراق، وبالتالي انتقلنا الى مسألة عدم استقرار سياسي. وصلنا الى عام 2021 الانتخابات المقرر اقامتها طبعا في اكتوبر القادم، وبالتالي فما يخشى منه المسؤولين العراقيين هو تكرار هذا السيناريو او الإحجام عن المشاركة السياسية في الانتخابات، بمعنى أن طبعا من المطلوب أن يكون هناك 25 مليون ناخب عراقي ينزلون إلى صناديق الاقتراع. أنا أعتقد طبعا الاختيار 329 عضو يمثل السلطة التشريعية في العراق. طبعا هذا العام ربما سمح لي طبعا ذوي الهمم بالمشاركة في الانتخابات، إضافة طبعا إلى تمثيل المرأة بنسبة 25% من المقاعد. أعتقد أن الصورة ربما تغيرت كثيرا، لكن عندما نتحدث عن الهم العراقي أو ما يشغل حتى المواطن العراقي العادي، هو يتحدث عن شيئين أو جانبين مهمين. هو هل سيحدث هناك تغيير بعد هذه الانتخابات أم أن الصورة ربما تتكرر مرة أخرى ويظل هذا السيناريو مرة أخرى؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يتحدثون عن الكتل السياسية الموجودة حاليا في العراق، هل يتم انتخاب نفس الكتل السياسية الموجودة منذ عام 2001 أو 2003 كما قال المواطن العراقي في أكثر من مناسبة؟ أعتقد أن كل الأمور دي حاضرة بقوة في ذهن المواطن العراقي وهو ذاهب إلى صناديق الاقتراع. إذن المطلوب من السادة المترشحين في هذه الانتخابات أن يغيروا هذه الصورة النمطية عن الانتخابات في العراق، مطلوب من السادة طبعا ذوي الكتل السياسية في العراق أن يقدموا برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليست فقط شعارات للمرحلة المقبلة، لأن طبعا رأينا العراق حاليا يتغير، بمعنى أن المسؤولين مثل رئيس الوزراء العراقي حاليا يقوم بجولات عديدة، استطاع إثبات وجوده كما يقال في العراق، استطاع أيضا من خلال محور مثل طبعا الشام مصر والأردن والعراق، من خلال المشاركة في عديد من الفعاليات أقيمت في بغداد، بغداد بدأت تعود مرة أخرى إلى الصورة العربية مرة أخرى، وبالتالي فأنا أعتقد أن جزء هام جدا هو استكمال هذه المنظومة من خلال انتخابات تشريعية قوية، تستطيع تصدير مشهد جيد للحالة العراقية، تستطيع أيضا تصدير مشهد جيد للعراق، لأن ده مهم جدا. مسألة الاستقرار السياسي في العراق، وطبعا وإعلان أن العراق أصبح حاليا ساحة الاستقرار بعد أن كان طبعا ساحة لعدم الاستقرار من خلال داعش ومن قبلها طبعا احتلال أمريكا وما إلى ذلك. إذا أنا أتخيل أن هذه الصورة المختلفة للانتخابات في العراق ربما تستطيع تغيير أكثر من صورة، ليس فقط ما يعنينا صحيح. هو إجراء انتخابات تشريعية في موعدها، بقدر ما يعني طبعا مسألة تصدير صورة جيدة للحالة العراقية الحالية. العراق عادت إلى الوطن العربي، استطاعت بغداد أن تعيد مرة أخرى صورة بغداد القديمة حتى إلى ساحة الأرواق العربية من خلال تصدير مشهد جيد للانتخابات. كلها أمور ننتظرها من الحالة العراقية. الحالة العراقية تتمثل في أو تتجسد في مسؤولين عراقيين، تتجسد في أيضا مترشحين للانتخابات، أيضا مواطنين عراقيين قادرين للذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم، ولنرى بعدها إذا كان هؤلاء المترشحين الذين يصبحوا أعضاء للسلطة التشريعية قادرين على إحداث صورة جديدة للمشهد في العراق. كلها أمور كما أشرت لحضرتك هامة جدا لتغيير المشهد العراقي. طيب دكتور محمد، بالحديث عن الهواجس ربما التي تشغل عقل الناخب العراقي، إن كان الإرادة في التغيير أو التخوف من أن تعود ذات الوشوش السياسية السابقة أيضا في الانتخابات البرلمانية القادمة، ذلك يجعلنا نتساءل عن توقعاتك لمراقب للشأن العربي والعراقي عن إقبال الناخبين في الانتخابات القادمة. يعني شوفي حضرتك، ما طبعا ما يتعلق بهواجس الناخب العراقي هي هواجس موجوده ومعترف بها وايضا حقيقيه، بمعنى ان الكتل السياسيه الموجوده في
منذ بدايه الالفيه الجديده هي نفس الكتل، لم تتغير، ربما زاد المشهد ادخال بعض الكتل السياسيه التابعه طبعا لايران مثل الحشد الشعبي وما الى ذلك، اضافه طبعا الى الكتل الموجوده حاليا مثل التيار الصدري مثل الكتله الشعبيه وما الى ذلك. لكن انا اعتقد ان هناك بعض الكتل السياسيه الجديده التي بدات تطفو على السطح كما يقال، هي كتل سياسيه لا يعنيها طبعا مساله الاتجاه شرقا او غربا بقدر ما يعنيها الحاله العراقيه او الحاله الوطنيه والهويه الوطنيه العراقيه، وهذا شيء جيد، بمعنى ان طبعا هذه الكتل هي ربما فرصه ليها للظهور على السطح مره اخرى، هذا من جانب. من جانب اخر هناك ايضا بعض الافراد الجدد طيب على الساحه العراقيه. دكتور محمد لو سمحت لي يعني دعني استثمر ما تبقى لي معك من الوقت، اتمام هذه الانتخابات البرلمانيه العراقيه سيكون وقعه خارجيا في صالح العراق ام الوقع الاكثر سيكون على الداخل المحلي في العراق؟ اعتقد طبعا كما اشرت حضرتك في البدايه تصدير الصوره الاكثر اهميه هو تصدير الصوره للخارج، بمعنى ان الحاله العراقيه استكملت من خلال سلطه تشريعيه موجوده، من خلال ايضا سلطه تنفيذيه يقودها حاليا رئيس الوزراء العراقي، واعتقد ان هذه الصوره ربما تكون اكثر تاثيرا ايجابيا على الخارج العراقي، وايضا ربما تعطي دفعه معنويه كبيره جدا للعراق الداخلي بشريطه ان يكون هناك تغيير حقيقي وايضا اراده سياسيه حقيقيه للمترشحين في العراق في ان يبنوا عراق جديده من خلال سلطتهم التشريعيه ومن خلال الجانب الرقابي والجانب التشريعي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك.